المصطلحات الطبية أو الميديكال تيرمينولوجي هي اللغة اللي من خلالها بنقدر نوصف جسم الإنسان بما فيه من محتويات وعمليات وظروف مؤثرة عليه. في الأول إحنا محتاجين نسأل نفسنا إحنا ليه بندرس مادة زي المصطلحات الطبية. فمبدئيا كده أنت عشان تبقى طب في المجال الطبي أنت محتاج تتقن لغة المجال، وده معناه أن تحقيق أي تقدم في المجال الطبي مرتبط بالميديكال تيرمينولوجي. واللغة دي احنا بنستخدمها في المجال الطبي عشان نسهل التعامل ونوصف اللي احنا عايزين نقوله بأقل الكلمات الممكنة، زي مثلا كلمة التهاب الكبد اللي هي inflammation of the liver. انت حاسس هنا ان انت قلت جملة طويلة، حتى لو مش طويلة نوعا ما فلما تيجي تقارنها بكلمة زي hepatitis هتكتشف فعلا ان هي طويلة. والسبب تاني هو ان المصطلحات الطبية دي بتعتبر اساسا شفرة محدش بيعرفها غير اللي شغال في المجال الطبي بس. فانت كده بمجرد انك عرفت كلمة زي هيباتايتس تيجي بقى تقولها قدام اي حد بس ما يكونش في المجال الطبي، فطبيعي ان هو مش هيفهمها، فيقولك يا ابني انت لو شايف ان مستواك عالي كده في الطب سافر امريكا ولا المانيا عشان تكمل دراستك وابحاثك العلمية المهمة. طيب بص، عشان اسهل عليك الموضوع شوية هقولك على حاجة تمشي بيها، وهي ان المصطلحات الطبية دي مادة مش مستاهلة انك تحفظها او حتى تفهمها. ايوة مش محتاجة منك لحفظ ولا فهم، انت تقدر تقول عليها لعبة، لعبة مكعبات. حلو الاسم ده، انا عارف ان الموضوع عجبك. انت كل المطلوب منك في اللعبة دي انك هتحفظ شكل المكعبات المناسبة وتركبها على بعضها عشان تقدر تطلع بشكل يليق بمقامك في المجال الطبي. طيب ازاي؟ ركز كده، انت اي مصطلح طبي بتتعلمه مكون من جزئين او تلات اجزاء. التلات اجزاء دول هما المكعبات، وهما البريفكس يعني سابقة لانها بتبقى في اول الكلمة، والسافكس يعني لاحقة لانها بتبقى في اخر الكلمة، والروت وهو اصل الكلمة. طيب خلينا نطبق الكلام ده عملي. لو جبنا مصطلح مثلا زي مايوكاردايتس يعني التهاب في عضلة القلب، تعال نفصل التلات اجزاء بتوعنا كده، فين البريفكس هتبقى مايو يعني عضلة، والروت هيبقى كارد يعني القلب، والسافكس هتبقى ايتس يعني التهاب. كل اللي بنعمله اننا بنجمع المكعبات مع بعضها بالترتيب عشان نطلع بكلمة مايوكاردايتس، التهاب عضلة القلب. مثال تاني زي كلمة هيباتايتس، دي بتتكون من جزئين بس اللي هما روت واللي هو هيبت يعني كبد، والسافكس اللي هي ايتس يعني التهاب، يبقى كده هيباتايتس يعني التهاب الكبد، وهكذا. يبقى المطلوب مننا ايه؟ المطلوب هو حفظ اكبر عدد ممكن من البريفكسز والسافكسز، لكن الروتس مفيش اسهل منها، ودي هيبقى اغلبها اسماء الاعضاء واللي هنقولهم بالتفصيل في بقية الكورس. خلينا بس دلوقتي في البريفكسز والسافكسز. ومن اشهر امثلة البريفكسز عندنا مثلا هايبر يعني هاي او اوفر، لما نضيفها على كلمة زي تنجن واللي معناها ضغط او بريجر هتبقى هايبرتنجن يعني ضغط مرتفع. وعلى عكس كلمة هايبر، كلمة هايبو يعني منخفض، لما نضيف لها كلمة تنجن اللي هي معناها ضغط هيبقى هايبوتنجن يعني ضغط منخفض. وكلمة ماكرو يعني كبير ومايكرو صغير، هنضيف لهم كلمة استوميا اللي هي معناها فم، هيبقى ماكروستوميا اللي هو abnormal wide mouth ومايكروستوميا abnormal small mouth. نيجي للسافكسز، ومن اشهر الامثلة هي كلمة ايتس يعني التهاب، ودي اكتر كلمة هتتكرر معانا في جميع الاجزاء، هتلاقي كارديتس وهيباتايتس، اي حاجة ايتس يعني التهاب في الحاجة دي. وبرضو عندنا كلمة ميجالي يعني تضخم، اي حاجة بعدها ميجالي يعني تضخم الحاجة دي، زي مثلا كارديوميجالي يعني abnormal enlargement of the heart، تضخم في عضلة القلب. وبكده نكون خلصنا الجزء الاول من كورس المصطلحات الطبية. الجزء الثاني من المصطلحات الطبية واللي هيكون تكملة للدرس الاول وتمهيد لما بعده، وزي ما قلنا قبل كده مش مطلوب مننا غير حفظ كمية كبيرة من البريفكسز والسافكسز عشان يبقى الموضوع عبارة عن لعبة نجمع فيها مكعبات وبس. فالنهاردة احنا هنتكلم عن مجموعة كاملة من المصطلحات الطبية، من الكالرز والنمبرز والدايركشنز وبعض الكلمات اللي تقدر تسهل علينا الموضوع بعد كده، زي مثلا سافكس اوما، كلمة اوما واللي معناها تيومر، وبمناسبة كلمة تيومر اللي معناها ورم واللي هو تعريفه نمو خلايا غير طبيعية بشكل مبالغ فيه داخل خلايا وانسجة الجسم، وبينقسم الى بيناين يعني ورم حميد
ومالجنانت يعني ورم خبيث واللي هو كانسر. كلمة تيومر بالمعنى اللي احنا قلناه بتختلف تماما عن كلمة سويلينج واللي معناها تورم، يعني جزء معين من اجزاء الجسم حجمه بيكبر سواء كان بقى استجابة للانفكشن او الانفلاميشن او ايا كان السبب. نرجع بقى لكلمة اوما، ومن اشهر الامثلة عليها كلمة ادينوما يعني ورم غدي، وميوما يعني ورم عضلي، وليبوما يعني ورم دهني، وليمفوما يعني ورم لمفاوي. انا مش بقولك الاربع امثله عشان اعد عليك وخلاص، لا انا بقولك الامثله دي عشان انت تستنتج لوحدك معاني البريفكسز اللي سبقت كلمه اوما، واللي هم ادن يعني غده، واللي هم ادن يعني غده او جلاند، ماي عضله او مصل، لب دهن او فات، لمف واللي هو النسيج اللمفاوي. تعال بقى نشوف مجموعة الأرقام من 1 لحد 4 واللي هي الأرقام اللاتينية. 1 يعني مونو أو يوني زي مونو بليجيا، يعني شلل أحادي اللي هو شلل أي طرف من الأطراف الأربعة، ويوني لاترال اللي هو جانب واحد فقط. 2 يعني باي أو داي زي باي بولر ديسيز، مرض ثنائي القطب، وده مرض نفسي زي الشيزوفرينيا. وكلمة داي جاستريك. 3 يعني تراي زي كلمة تراي فيزيك، فحص ثلاثي المراحل على الكبد او الكلى وده مهم جدا طبعا بالنسبة لشعبة الاشعة. 4 يعني كوادري زي كوادري بليشيا، شلل رباعي. ميني يعني كثير او متعدد، وتبقى مالتي او بولي. مالتي نيوكليت متعدد النوايا او خلية فيها اكتر من نواة. هالف يعني نص، هتبقى سيمي او هيمي زي سيميليونر او هيمي ازايجوس. فيرست يعني اول، هتبقى بريم او بريمي زي بريمي بارا اللي هو حمل اول مرة. المجموعة اللي بعد كده هي مجموعة الالوان colors، وطبعا كلهم بريفكسز زي الارقام تماما. كلمة ريد تبقى اريثر او اريثرو زي اريثروسايتس، كرات الدم الحمراء. وايت هتبقى لوك او لوكو زي لوكوسايتس، كرات الدم البيضاء. بلاك هتبقى ميلان او ميلانو زي ميلانوما، سرطان الجلد. بلو ازرق هتبقى ساين او ساينو زي ساينوسيس، زرقان غير طبيعي سواء كان برد شديد او نقص اكسجين في الدم. يلو هتبقى زانث زي زانثوما، الورم الاصفر واللي سببه تراكم الدهون تحت الجلد. جرين هتبقى كلور او كلورو زي الورم الاخضر كلوروما. وفي برضو سافكسز نقدر نعتبرهم مع الالوان زي اوبيك يعني معتم، راديو اوبيك هتبقى مادة معتمة للأشعة، وعكسها ليوسنت يبقى راديو لوسنت شفاف للأشعة. وبعد كده مجموعة الاتجاهات directions. كلمة انسايد معناها بالداخل، تبقى اندو زي اندوسكوبي اللي هو بيبقى فحص بنستخدم فيه المنظار عشان نفحص ما بداخل عضو ما. الراوند معناها حول او محيط شيء ما، هتبقى بيري زي بيرينيال محيط الشرج. behind معناها بجوار، هتبقى ريترو زي ريترو ستيرنال. ابون معناها اعلى، هتبقى ايبي زي ايبي ديرمس اللي هو سطح الجلد او الطبقة الخارجية منه. ثرو او فيا من خلال، هتبقى ترانس زي ترانس زي ترانسكوتينيوس من خلال الجلد. وذن عن طريق، هتبقى انترا زي انترا فينس عن طريق الوريد. بيلو هتبقى سب زي سبكوتينيوس اللي هو تحت الجلد. أبوف أعلى هتبقى سوبرا زي سوبرا رينال جلاند، الغدة الفوق كلوية اللي هي الغدة الكظرية. بيفور قبل هتبقى بري زي بري بريجنانسي اللي هو ما قبل الحمل. أفتر هتبقى بوست زي بوست أبورشن، أبورشن يعني إجهاض، هتبقى بعد عملية الإجهاض. بعد كده مجموعة المعاني المضادة، وأشهر كلمة هي كلمة آ أو آن، لما تضيفها للسافكس ايميا اللي معناه دم يبقى نقص دم اللي هو انيميا. وكلمة انتي زي انتي فيروس اللي هو ضد الفيروس، وام زي كلمة امبالانس انعدام التوازن، وكلمة ان انكمبتنس اللي هو انعدام القدرة، وكلمة ان زي انسترايتد غير مخطط زي العضلات الغير مخططة. نان هتبقى نانكوجينيك اللي هو لا يحتوي على ورم. وبكده نكون خلصنا الجزء الثاني من كورس المصطلحات الطبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثالث من لعبة المكعبات من مادة المصطلحات الطبية.
النهاردة في شابتر 3 هنتكلم عن السيركولاتوري سيستم، الجهاز الدوري، أو الكارديوفاسكولار سيستم، الجهاز القلبي الوعائي. هنتكلم عن الأناتومي بشكل عام، وهنطلع من كل عضو الروت أو الأصل اللي نقدر نضيف له بريفكس أو سافكس عشان نقدر نوصل لمصطلح طبي كامل متكامل خاص بالكارديوفاسكولار سيستم. الكارديوفاسكولار سيستم بيتكون من 3 أجزاء رئيسية، وهما الهارت والبلاد فيسلز والبلاد. الروت من كلمة هارت هي كاردي أو كارديو، وزي ما قلنا قبل كده الروت ده مكعب من المكعبات اللي بنركبها عشان نطلع بمصطلح طبي معين، زي مثلا كلمة كارديوفاسكولار القلبي الوعائي، أو كارديوموجالي اللي هو abnormal enlargement تضخم غير طبيعي في القلب. القلب محاط بغلاف اسمه بيريكارديوم. كل اللي احنا عملناه هو اننا جبنا بادئة أو suffix معناها محيط بالشيء أو مجاور له، ضفناه للأصل بتاع كلمة heart اللي هي cardi فبقى pericardium. الغلاف المحيط بالقلب اللي اسمه في اللغة العربية التأمور أو شغاف القلب، ولو عايزين نقول التهاب الغلاف المحيط بالقلب هنقول pericarditis. وهكذا تشريح بقية أجزاء القلب. فنبدأ مثلا بجدار القلب، وهو مكون من 3 طبقات. الطبقة الخارجية اسمها epicardium، وإبي سابقة بمعنى فوق، أما الطبقة الوسطى أو ما يسمى بعضلة القلب تبقى مايوكارديوم، ومايو سابقة بمعنى عضلة، والطبقة الداخلية هتبقى إندوكارديوم، وإندو سابقة بمعنى داخل. دي كانت أشهر البريفيكسز المستخدمة في الهارت. طب ومن أشهر السافيكسز عندنا كارديولوجيست، كارديوغراف، كارديوغرافي، كارديوغرام. لوجيست هي suffix معناها عالم، فتبقى كارديولوجيست يعني عالم أمراض القلب، وجراف يعني أداة أو جهاز، فتبقى كارديوجراف الجهاز المستخدم لتسجيل حالة نشاط القلب، وجرافي يعني عملية التسجيل، فتبقى كارديوجرافي هو فحص تسجيل حالة نشاط القلب، وجرام يعني صورة أو نتيجة، فتبقى كارديوجرام نتيجة الفحص أو الصورة الناتجة عنه. القلب بيتكون من 4 تجويف، 2 atriums and 2 ventricles. الروت من كلمة atrium تبقى atrio، زي مصطلح atriomegaly يعني تضخم غير طبيعي في أذين القلب. والروت من كلمة ventricle تبقى ventricule أو ventriculo، زي مصطلح ventricular dysrhythmia اللي هو خلل في تنظيم انقباضات البطين. والقلب بيحتوي على 4 صمامات، واثنين منهم بين الأذين والبطين، وبيطلق عليهم اسم atrioventricular valves. الصمام الأيمن اللي بين الأذين والبطين الأيمن right atrioventricular valve يسمى tricuspid valve، والصمام الأيسر اللي بين الأذين والبطين الأيسر left atrioventricular valve يسمى bicuspid valve أو mitral valve، والصمامين الباقيين اسمهم semilunar valves. أحدهم يقع بين right ventricular والpulmonary artery ويطلق عليه اسم pulmonary valve، والآخر يقع بين الليفت فينتريكل والأورتا ويسمى أورتيك فالف. الروت من كلمة فالف هو فالف أو فالفو أو فالفيول أو فالفيولو، زي مصطلح فالفيولايتس التهاب الصمام. المعدل الطبيعي لنبض القلب نورمال هارت ريت هو من 60 ل 100 مرة في الدقيقة، فلو قل عن 60 يبقى بريدي كارديا، وبريدي سافكس معناها بطيء، ولو زاد عن 100 يبقى تاكي كارديا، وتاكي بريفكس معناه سريع. البلاد فيسلز ليها أكتر من روت ممكن نستخدمه. عندنا فاز أو فازو، زي مصطلح فازو ديليشن اتساع الوعاء الدموي، أو فاسكول أو فاسكيولو زي كاردوفاسكولار، وأنجي أو أنجيو زي مصطلح أنجيوما ورم حميد في الأوعية الدموية، وأنجيتس التهاب الأوعية الدموية، وأنجيوغرافي فحص الأوعية الدموية بالصبغة. وبالنسبة للفين ليه 2 روت ممكن نستخدمه، زي فينو، عندنا مصطلح فينو كلايسيز، وكلايسيز يعني حقن، فتبقى فينو كلايسيز حقن وريدي. والروت فيليب أو فليبو، زي مصطلح فليبايتس التهاب الوريد، أو فيليبو كارسينوما ورم خبيث في الوريد. نيجي للأرتري أو الشريان، الروت منه أرتري أو أرتريو، زي مصطلح arteriosclerosis تصلب الشرايين. وظيفة الكارديوفاسكولار سيستم هو نقل الدم خلال الجسم،
البلاد ممكن يبقى بريفكس زي هيم أو هيمو أو هيم أو هيمو، وهما الاثنين واحد. عندنا مصطلح مثلا هيموريج، نزيف دموي، وبريفكس هيمات أو هيماتو زي مصطلح هيماتوريا، ويوريا سافكس معناها يورين أو بول، فتبقى هيماتوريا معناها وجود دم في البول. أما لو استخدمنا البلاد سافكس هيبقى إيميا ومعناه حالة الدم زي مصطلح هيبوكسيميا واللي معناه نقص الأكسجين في الدم، وأنيميا يعني فقر الدم بسبب نقص كرات الدم الحمراء. ومن مكونات الدم الإريثروسايتس، لوكوسايتس، ثروموسايتس. إريثرو يعني رد، وسايتس يعني خلايا ناضجة، فتبقى إريثروسايتس ريد بلاد سيلز، وروت منها إريثرو أو إريثروسايتو، وضيف لها أي صفكس زي مثلا إريثروسايتوبينيا أو إريثروبينيا، وبينيا يعني نقص فتبقى نقص كرات الدم الحمراء، وكذلك إريثروجينيسيس وإريثروسايتوجينيسيس، وجينيسيس يعني تخليق أو صنع فتبقى تخليق كرات الدم الحمراء، ولوكوسايتس يعني وايت بلاد سيلز، والروت منها لوكو أو لوكوسايتو فتبقى لوكوبينيا أو لوكوسايتوبينيا يعني نقص كرات الدم البيضاء، ولوكوجينيسيس أو لوكوسايتوجينيسيس يعني تخليق كرات الدم البيضاء. أما ثرومبوسايتس هي الصفائح الدموية أو البليتليتس، الخلايا المسؤولة عن تجلط الدم، وكذلك الروت هيبقى ثرومبو أو ثرومبوسايتو زي ثرومبوسايتوبينيا أو ثرومبوبينيا نقص الصفائح الدموية، وثرومبوجينيسيس أو ثرومبوسايتوجينيسيس يعني تكوين الجلطة الدموية لحماية الجسم من النزيف. في الجزء الرابع من كورس المصطلحات الطبية هنتكلم عن الجهاز الهضمي اللي هو Digestive System أو Gastrointestinal System. احنا عارفين ان اي مصطلح طبي بيتكون من جزئين او ثلاث اجزاء رئيسية، المكون الاول اللي هو بريفكس او السابقة، والمكون الثاني اللي هو الروت او الاصل، والمكون الثالث اللي هو السافكس او النهاية. زي مثلا مصطلح ديسفاجيا بيتكون من جزئين، الجزء الاول وهو ديز ويعني صعب، والجزء الثاني وهو فاجيا ومعناه بلع، فيبقى ديسفاجيا يعني صعوبة في البلع. فعلشان نعرف نستخدم الثلاث اجزاء او المكونات دي ونقدر من خلالهم نوصل لمصطلح طبي، فاحنا محتاجين نبص بصة سريعة كده على مكونات الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي بيتكون من جزئين اساسيين اللي هما القناة الهضمية او الالمنتري كنال، والغدد الملحقة بالجهاز الهضمي او الاكسسوري جلاندس زي مثلا الكبد والبنكرياس وهكذا. نمسك مكون منهم ونفصصه حتة حتة، واحنا في طريقنا هنطلع كل مصطلح طبي خاص بكل عضو. القناة الهضمية بتبدأ بتجويف او حفرة صغيرة اسمها oral cavity اللي هي تجويف الفم، والروت من الاورال كافيتي هيبقى اور او اورو زي مصطلح اوروفارينكس يعني البلعوم الفمي. اما الفم اللي هو ماوث هيبقى الروت منه ستومات او ستوماتو زي مثلا مصطلح ستوماتايتس يعني التهاب الفم، وبرضو كلمة استوماتولوجي اللي هو معناها علم وظائف الفم وامراضه. والفم بيحتوي على بعض الاجزاء واللي من اهمها اللسان او التونج، والروت من كلمة تونج هيبقى لينجو او لينجو زي مصطلح لينجو فيرجن ومعناه ازاحة الاسنان باتجاه اللسان. واللسان او التونج ليرو التاني وهو جلوس او جلوسو زي مصطلح جلوسونكس يعني تورم في اللسان. تاني جزء معانا في منطقة الفم هو اللسة اللي اسمها جامز، هيبقى الروت من كلمة جامز هو جينجيفا زي مصطلح جينجيفايتس، وده اشهر مصطلح بنسمعه واللي معناه التهاب اللسة. تالت جزء معانا في منطقة الفم هو الشفتين واللي معناهم لبس، والروت من كلمة لبس هيبقى ليبيو زي مصطلح ليبيو مايكوسيس، ومايكوسيس يعني عدوى فطرية، فيبقى ليبيو مايكوسيس يعني إصابة الشفة بعدوى فطرية. ومن الأجزاء المهمة داخل الفم هي الأسنان واللي معناها تيث، والروت منها هيبقى دينتو أو دينتي أو دينتو. دينتو زي مصطلح دينتولوجي يعني علم دراسة تشريح وأمراض الأسنان، ودينتي زي دينتاكل يعني سن صغير، ودينتو اللي هو بإضافة اليو في آخر الكلمة زي دينتولس يعني شخص أسنانه طبيعية. الجزء اللي بعد كده هو الحنك أو سطح الفم واسمه بالات، والروت منه هيبقى بالات أو بالاتو زي مصطلح بالاتايتس يعني التهاب الحنك، ومصطلح بالاتوسكيسيز يعني حنك مشكوك،
وبكده نكون خلصنا معظم الأجزاء الموجودة داخل الفم، فنتنقل بعد كده للبلعوم واللي معناه فارينكس، والروت منه هيبقى فارينج أو فارينجو زي مصطلح فارينجالجيا، وألجيا هي لاحقة بمعنى ألم أو وجع، فيبقى فارينجالجيا يعني ألم في البلعوم. بعد كده هنكمل طريقنا متجهين للمريء واسمه إيسوفاجس، والروت منه هيبقى إيسوفاج أو إيسيفيجو زي مصطلح إيسوفاجيكتومي يعني استئصال المريء أو استئصال جزء منه. ونتنقل بعد كده من المريء للمعدة اللي هي ستومك، والروت من كلمة ستومك هيبقى جاستر أو جاسترو زي مصطلح جاسترالجيا يعني وجع في المعدة، ومصطلح جاستروسكوب اللي هو منظار المعدة. بعد المعدة هنتجه إلى الأمعاء الدقيقة واللي هي سمول انتستين، والأمعاء الدقيقة متقسمة لثلاث أجزاء، الجزء الأول اسمه ديدونم، والجزء الثاني اسمه جيجونم، والجزء الثالث والأخير من الأمعاء الدقيقة اسمه إليوم. والروت من كلمة ديدونم هيبقى ديدون أو ديدونو زي مصطلح ديدونايتس يعني التهاب الاثنى عشر، والروت من كلمة جيجونم هيبقى جيجون أو جيجونو زي مصطلح جيجونوكتومي يعني استئصال الصائم اللي هو الجزء الثاني من الأمعاء الدقيقة. أما الروت من كلمة إليوم هيبقى إليو زي مصطلح إليوبيكسي. الجزء اللي بعد كده هو الأمعاء الغليظة اللي اسمها لارج انتستين أو كولون، والروت منه هيبقى كولون أو كولونو زي مصطلح كولونوراجيا يعني نزيف في القولون، وكل أو كولو زي مصطلح كولايتس يعني التهاب القولون. لكن كلمة انتستين اللي معناها أمعاء بشكل عام فتبقى شاملة لسمول انتستين ولارج انتستين، هيبقى الروت من كلمة انتستين انتر أو انتيرو زي مصطلح انتروكلايسيز يعني انسداد في الأمعاء. وآخر جزئين في القناة الهضمية هما الريكتم واللي معناه مستقيم، والإينس واللي معناه فتحة الشرج، والروت من كلمة ريكتم هيبقى ريكت أو ريكتو زي مصطلح ريكتو فيستولا، وفيستولا يعني نصور، فيبقى ريكتو فيستولا يعني نصور في المستقيم. أما الروت من كلمة إينس هيبقى إينو زي مصطلح إينوسكوبي يعني عمل منظار للشرج. وبكده نبقى خلصنا القناة الهضمية، واللي باقي هو الغدد الملحقة بالقناة الهضمية اللي بنسميها أكسسوري جلاندز. والجهاز الهضمي عنده أربع غدد رئيسية، أول الغدد هي الغدة اللعابية أو السلفري جلاند، واللعاب اللي بتفرزه الغدة اللعابية الروت منه هيبقى سيال أو سيالو زي مصطلح سيالوريا يعني زيادة كمية اللعاب المفروزة. إنما الروت من الغدة اللعابية هيبقى سيالو أدن زي مصطلح سيالو أدينايتز يعني التهاب الغدة اللعابية. وتاني غدة هي الكبد أو الليفر، والروت منه هيبقى هيبت أو هيبتو زي مصطلح هيباتايتس اللي هو التهاب الكبد. وتالت غدة هي الحويصلة الصفراوية أو المرارة واللي معناها جول بلادر، واللي بيتخزن فيها العصارة الصفراوية، والروت من الصفرة هو كل، فيبقى الروت من كلمة جول بلادر كوليسيست زي مصطلح كوليسيستايتس اللي هو التهاب المرارة أو الحويصلة الصفراوية. وآخر غدة هي البنكرياس، والروت منه هيبقى بانكرياس زي مصطلح بانكرياتكتومي اللي هو استئصال البنكرياس. وبكده نكون خلصنا معظم الروتس المستخدمة في الجهاز الهضمي. ما تنسوش الاشتراك في القناة وانتظرونا في باقي الفيديوهات من كورس المصطلحات الطبية. مصطلح زي إندوتراكيتس لو هنفككه جزء جزء هنلاقي إنه في الأصل بيتكون من ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو إندو وده معناه داخل أو باطن، والجزء الثاني هو تراك وده جاي من كلمة تراكيا واللي معناها القصبة الهوائية، وآخر جزء هو أيتس وده معناه التهاب. فيبقى مصطلح إندوتراكيتس معناه على بعضه كده التهاب بطانة القصبة الهوائية. أهلا وسهلا بحضراتكم في كورس المصطلحات الطبية من قناة المختصر المفيد. مصطلح زي إندوتراكيتس استخدمناه كمثال عشان يوضح لنا إن أي مصطلح طبي بيتكون من ثلاث أجزاء رئيسية. الجزء الأول هو البيرفكس اللي هو البادئة زي إندو، والجزء الثاني اللي هو الروت وده الأصل زي تراك المقتبسة من تراكيا، والجزء الثالث هو السافكس أو النهية زي مثلا آيتس.
في الجزء الخامس من كورس المصطلحات الطبية هنتكلم عن الجهاز التنفسي اللي هو Respiratory System، وناخد جولة في مكوناته بحيث نستخدمها في تكوين مصطلحات طبية تسهل علينا دراسة الأناتومي والفيسيولوجي الخاصة بالجهاز التنفسي. مبدئيا كده الجهاز التنفسي بينقسم لجزئين. الجزء الأول هو Upper Respiratory Tract، وده بيتكون من الأنف اللي هي نوز، وتجويف الأنف اللي هو نازل كافيتي، والبلعوم اللي هو فارينكس، والحنجرة اللي هي لارينكس. أما الجزء الثاني اللي هو Lower Respiratory Tract، واللي بيتكون من الرئتين اللي هما Lungs، والقصبة الهوائية اللي هي تراكيا، واللي بتتقسم لشعب هوائية اسمهم برونكاي، والشعب الهوائية بتتقسم لشعيبات صغيرة اللي هي برونكيولز. وبعد كده نوصل لأصغر جزء في الجهاز التنفسي ألا وهو السنخة اللي اسمها Alveolus. ودي كانت أسماء الأعضاء. تعال كده نمسك عضو عضو ونعرف الروت أو الأصل من كل عضو ونعمل عليه أمثلة علشان نثبت المعلومة. فيبقى الروت من كلمة أنف أو نوز، رين أو رينو زي مصطلح رينايتس، يعني inflammation of the nose اللي هو التهاب الأنف أو الغشاء المبطن للأنف، ومصطلح رينسكوب يعني منظار الأنف. أما الروت من تجويف الأنف اللي هو نازل كافيتي هيبقى ناز أو نازو زي مصطلح نازوسكوب، يعني جهاز منظار تجويف الأنف. نيجي بعد كده للبلعوم أو الفارينكس، الروت منه هيبقى فارينج أو فارينجو زي مصطلح فارينجالجيا، يعني بين إن فارينكس اللي هو ألم أو وجع البلعوم. أما الروت من كلمة الحنجرة أو اللارينكس هيبقى لارينج أو لارينجو زي مصطلح لارينجوكتومي، وقلنا قبل كده إن اكتومي معناها استئصال، واللي لما بنستخدمها مع أي عضو يبقى معناها استئصال العضو، يعني surgical removal of، وبعد كده نكتب اسم العضو. فيبقى مصطلح لارينجوكتومي يعني surgical removal of larynx اللي هو استئصال الحنجرة، ومصطلح تاني زي laryngostenosis وstenosis يعني ضيق، فيبقى laryngostenosis اللي هو narrowing of larynx يعني ضيق في الحنجرة. نيجي بعد كده للlower respiratory tract، وكلمة ريا أو lung الروت منها هيبقى بالمون أو بالمونو زي مصطلح بالمونيتس يعني التهاب الرئة، ومصطلح بالمونولوجي يعني علم دراسة تشريح وأمراض الرئة. والرئة برضو لها روت تاني وهو نيمون أو نيمونو زي مصطلح نيمونيا أو نيمونيتس، والاتنين معناهم التهاب رئوي، ومصطلح نيمونوسايت، وقلنا قبل كده إن سايت يعني خلية، فيبقى نيمونوسايت يعني خلية رئوية، ومصطلح نيمونوسينتسيس والناهية سينتسيز يعني بزل، فيبقى نيمونوسينتسيز يعني بزل الرئة. بعد كده معانا القصبة الهوائية واللي معناها التراكيا، الروت منها هيبقى تراك أو تراكو زي مصطلح تراكالجيا يعني وجع في القصبة الهوائية، ومصطلح تراكوراجيا، والسافكس راجيا يعني نزيف، فيبقى تراكوراجيا يعني نزيف في القصبة الهوائية. بتتقسم بعد كده القصبة الهوائية لشعب هوائية اللي هي برونكاي، والروت منها هيبقى برونك أو برونكو زي مصطلح برونكايتس يعني التهاب الشعب الهوائية، ومصطلح برونكوسيل والناهية أو السافكس سيل يعني توسع، فيبقى برونكوسيل يعني توسع في الشعب الهوائية. بعد كده بتتشعب الشعب الهوائية وتنقسم لقصيبات صغيرة اسمها برونكيولز، والروت منها هيبقى برونكيول أو برونكيولو زي مصطلح برونكيولايتس يعني التهاب القصيبات الهوائية الصغرى، وآخر تفرع هو السنخ أو الألفيولاي، والروت منها هيبقى ألفيولو زي مصطلح ألفيولايتس يعني التهاب السنخ اللي هو inflammation of the alveoli. وفي ثلاث أجزاء خاصين بالجهاز التنفسي ضروري نقولهم عشان مهمين. الجزء الأول هو غشاء مصلي رفيع محيط بالرئة اسمه بلورا، الروت منه هيبقى بلور أو بلورو زي مصطلح بلوريسي أو بلورايتس يعني التهاب البلورا. وجزء الثاني هو الجيوب الأنفية اللي اختصارها PNS وهو Paranasal Sinuses يعني الجيوب المجاورة للأنف، وأشهر مصطلحاتها هو Sinusitis يعني التهاب الجيوب الأنفية. وآخر جزء معنا هو الحجاب الحاجز يعني الديافرام، الروت منه هيبقى فرين أو فرينو زي مصطلح فرينالجيا اللي هو Pain in Diaphragm يعني ألم في الحجاب الحاجز. كده نبقى خلصنا أشهر الروتس اللي بنستخدمها لأعضاء الجهاز التنفسي، وهنتكلم عن معظم المصطلحات بشكل عام. يعني مثلا كلمة breathing اللي هي معناها تنفس، الروت منها هيبقى aspire أو spiro زي مصطلح respiration يعني تنفس، ومصطلح inspiration اللي هو breathing in
يعني شهيق، ومصطلح expiration اللي هو breathing out يعني زفير، وكذلك مصطلح inhalation يعني شهيق، وexhalation يعني زفير، وبرضو مصطلح ventilation يعني تنفس، زي مصطلح hyperventilation اللي معناه تنفس بسرعة، ومصطلح hypoventilation يعني تنفس ببطء. واللاحقة من النفس هي بينيا، زي مصطلح أبنيا يعني lack of breath اللي هو نقص أو انقطاع النفس، ومصطلح dyspnea يعني difficult of breath اللي هو صعوبة النفس. وبرضو من أشهر المصطلحات اللي بنستخدمها مصطلح هيموثوركس ومصطلح نيموثوركس. هيمو سابقة بمعنى دم، وثوركس يعني تجويف الصدر، فيبقى هيموثوركس يعني blood in the pleural cavity، ونيمو يعني هواء، فيبقى نيموثوركس يعني air in the pleural cavity اللي هو هواء داخل تجويف الصدر. ومصطلح تاني زي هيموبتسيس يعني spitting up of the blood اللي هو يبصق بلغم مخلوط بدم أو يكح بلغم بدم، وبالمناسبة بلغم يعني sputum. وبرضو مصطلحين مهمين زي أكابينيا وهايبوكسيا. أكابينيا يعني lack of carbon dioxide in the blood اللي هو نقص ثاني أكسيد الكربون الموجود في الدم، وهايبوكسيا يعني lack of oxygen in the blood يعني نقص الأكسجين الموجود في الدم. وفي الآخر حابب أضيف اختصارين مهمين، وهما التي بي وده معناه tuberculosis واللي هو مرض السل، والاختصار التاني اللي هو COPD يعني chronic obstructive pulmonary disease اللي هو مرض انسداد رئوي مزمن. ده كان الجزء الخامس من فيديوهات مختصر المصطلحات الطبية من قناة المختصر المفيد، وفي النهاية بحب أشكر حضراتكم على المشاهدة ومتابعة القناة. أهلا وسهلا بحضراتكم في كورس المصطلحات الطبية من قناة المختصر المفيد. في الجزء السادس هنتكلم عن الجهاز البولي اللي هو urinary system، بس الأول محتاجين نراجع قاعدتنا الأساسية واللي مشينا عليها، وهي إن أي مصطلح طبي بيتكون من جزئين أو ثلاث أجزاء، وهما الجزء الأول هيبقى البادئة أو البرفكس، والجزء الثاني هيبقى الأصل أو الروت، والجزء الثالث هيبقى اللاحقة أو السافكس. ومثالنا النهاردة هو مصطلح هيدرونيفروسيس واللي مكون من ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو هيدرو، ودي سابقة أو برفكس معناها الماء، والجزء الثاني هو نفر، وده روت أو أصل معناه كلية، وآخر جزء هو أوسيس، ودي لاحقة أو suffix معناها مرض أو داء. فيبقى المصطلح كله على بعضه يعني مرض تراكم أو تجمع السائل داخل الكلية. فاحنا النهاردة هنبص بصة على الجهاز البولي ومكوناته، ونطلع الروت منها ونعمل أمثلة، وهنتكلم عن بعض المصطلحات الطبية الخاصة بالجهاز البولي. اليورينري سيستم بيتكون بشكل أساسي من أربع أجزاء، وهم الكلية أو الكيدني، والحالب اللي هو يوريتر، والمثانة البولية اللي هي يورينري بلادر، وآخر جزء وهو كنات مجرى البول أو اليوريثرا. الروت من الكيدني هو رين أو رينو، زي مصطلح رينوميجالي يعني abnormal enlargement of the kidney اللي هو تضخم الكلية. والكلية برضو ليها روت تاني وهو النفر أو نفرو، زي مصطلح نفروكالسينوسيز يعني تكلسات الكلية. ومن ضمن مكونات الكلية هو حوض الكلية اللي هو رينال بيلفيس، الروت منه هيبقى بايل أو بايلو، زي مصطلح بايلوفليبايتس يعني inflammation of the veins in the renal pelvis اللي هو التهاب الأوردة الموجودة داخل حوض الكلية. أما المكون الثاني وهو اليوريتر، الروت منه هيبقى يوريتر أو يوريترو، زي مصطلح يوريترولايس يعني حصوات الحالب. أما الجزء اللي بعد كده هو المثانة أو اليورينري بلادر، الروت منها هيبقى سيست أو سيستو، زي مصطلح سيستوجرام اللي هو أشعة على المثانة. والمثانة ليها روت تاني وهو فيزيكو، زي مصطلح فيزيكوكلايسيس يعني حقن الكلية. وآخر عضو معانا هو قناة مجرى البول اللي هي يوريثرا، الروت منها هيبقى يوريثر أو يوريثرو، زي مصطلح يوريثرايتس يعني inflammation of the urethra اللي هو التهاب قناة مجرى البول. ومصطلح زي يوريثروستينوسيس
يعني narrowing of the urethra اللي هو دي قناة مجرى البول. وبكده خلصنا الأعضاء، وهنكمل في أشهر المصطلحات الطبية الخاصة بالجهاز البولي. الوظيفة العامة للجهاز البولي هو تكوين البول اللي هو يورين. الروت من اليورين هيبقى يور أو يورو أو يورين أو يورونو، زي مصطلح يورولوجي يعني study of the urine اللي هو علم دراسة البول، ومصطلح urinary system اللي هو الجهاز البولي، ومصطلح urination يعني التبول، واللي ليه معنى تاني بيسويه وهو micturition وبرضه يعني تبول. أما suffix من اليورين هو يوريا، زي مصطلح polyuria يعني frequent urination with increased urine volume اللي هو تعدد مرات التبول مع كثرة كمية البول، ومصطلح polyuria عكس مصطلح أوليجيوريا اللي معناه scantly urination اللي هو كمية بول قليلة. في الحقيقة suffix يوريا ليه أمثلة كتير صعب إننا نجمعها في فيديو واحد، بس هنقول أشهرها، زي مصطلح هيماتوريا يعني blood in the urine اللي هو وجود دم في البول، ومصطلح بايوريا يعني pus in urine اللي هو صديد في البول، ومصطلح أنوريا يعني absence of urine اللي هو عدم تكون البول، ومصطلح مهم برضو زي نوكتوريا يعني frequently urination at the night اللي هو تعدد التبول في الليل. وبكده نبقى خلصنا الجزء السادس من كورس المصطلحات الطبية، وبشكر حضراتكم على المشاهدة ومتابعة القناة. أهلا وسهلا بحضراتكم في كورس المصطلحات الطبية من قناة المختصر المفيد. في الجزء السابع من الكورس هنتكلم عن الجهاز العصبي اللي هو Nervous System. هناخد جولة سريعة في مكوناته ونطلع منهم أشهر المصطلحات الطبية الخاصة بمكونات الجهاز العصبي. بس الأول أفكركم بقوانين اللعبة، لعبة المكعبات اللي احنا ماشيين عليها من أول الكورس، وهي إن أي مصطلح طبي بيتكون من جزئين أو ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو البادئة أو البريفكس، والجزء الثاني اللي هو الروت أو الأصل، والجزء الثالث والأخير اللي هو النهاية أو السافكس. زي مثلا مصطلح إلكترو إنسفالوجرام اللي اختصاره EEG. المصطلح ده مكون من ثلاث أجزاء وهم كالآتي: الجزء الأول أو البادئة هو إلكترو يعني كهربي، والجزء الثاني أو الروت وهو الإنسفالو يعني المخ، والجزء الثالث أو الناهية هو جرام وده معناه مخطط. فيبقى المصطلح على بعضه إلكترو إنسفالوجرام يعني مخطط كهربي للمخ. نيجي بعد كده لمكونات الجهاز العصبي. الجهاز العصبي منقسم لجزئين، الجزء الأول وهو CNS وده معناه Central Nervous System اللي هو الجهاز العصبي المركزي، وده مكون من المخ والحبل الشوكي، والجزء الثاني وهو PNS يعني Peripheral Nervous System الجهاز العصبي الطرفي، وده مكون من الأعصاب والعقد العصبية. أول حاجة معانا في Central Nervous System هو المخ. المخ هو جزء من الدماغ ككل. الدماغ اللي هي الهيد الروت منها هيبقى سيفال أو سيفالو، زي مصطلح سيفالجيا يعني هيدك أو بين إن ذا هيد اللي هو صداع، ومصطلح سيفالومتري يعني ميجرمنت أوف ذا هيد اللي هو قياسات الدماغ. وبما إن المخ جزء من الدماغ وداخله، إذن الروت من المخ أو البرين هيبقى إنسيفال أو إنسيفالو، زي مصطلح إنسيفالايتس يعني إنفلاميشن أوف ذا برين اللي هو التهاب المخ، ومصطلح إنسيفالوماليشيا، وماليشيا هي suffix معناها تلين في عضو أو نسيج softening of organ or tissue. فيبقى مصطلح إنسيفالوماليشيا يعني softening of the brain اللي هو تلين في خلايا المخ. أما النخاع الشوكي أو spinal cord الروت منه هيبقى mile أو mylo، زي مصطلح myelography يعني radiographic examination of the spinal cord اللي هو فحص النخاع الشوكي.
والمخ والنخاع الشوكي محاطين بثلاث أغشية بيطلق عليهم اسم الأغشية السحائية أو المينينجز، والروت منهم هيبقى مينينج أو مينينجو أو مينينجي زي مصطلح مينينجيوما، أو ممكن من غير الآي خالص هتبقى مينينجوما يعني tumor of the protective membranes that surrounding the brain and the spinal cord أو tumor of the meninges اللي هو ورم في الأغشية السحائية أو الأغشية المحيطة بالنخاع والمخ. لو بصينا بقى على البي ان اس، عندنا مثلا العصب او النيرف الروت منه هيبقى النيور او نيورو زي مصطلح نيوروباثي يعني ديسيز اوف نيرفز زي ضمور او شلل وظيفي في عصب من الاعصاب الطرفيه، ومصطلح نيورايتس يعني انفلاميشن اوف ذا نيرف اللي هو التهاب العصب. نيجي بعد كده للعقد او الكتل العصبيه واللي اسمها جانجليا، وهي عباره عن تجمع من اجسام الخلايا خارج المخ. الروت منها هيبقى جانجلي او جانجليو او جانجليون او جانجليونو زي مصطلح جانجليونايتس يعني انفلاميشن اوف ذا جانجليون اللي هو التهاب العقدة العصبية. وبكده نبقى خلصنا معظم الروتس اللي في الجهاز العصبي، بس نحب نضيف معظم المصطلحات الطبية الخاصة بالجهاز العصبي زي مثلا سافكس بليجيا وده معناه شلل، فلو ضفنا له البريفكس مونو واللي معناه احادي هيبقى مونوبليجيا يعني شلل أحادي، أو هيمي اللي معناه نصفي فيبقى هيميبليجيا يعني شلل نصفي، أو كوادري اللي معناه رباعي فيبقى كوادريبليجيا يعني شلل رباعي. وبكده نبقى خلصنا الجزء السابع من كورس المصطلحات الطبية من قناة المختصر المفيد، وبشكركم على متابعتكم وأرجو الاشتراك في القناة والتفاعل عشان نقدر نطور من نفسنا. مصطلح زي سودو أستوماليشا بيتكون من ثلاث أجزاء، الجزء الأول هو السودو والبي سايلنت يعني كاذب أو مزيف، والجزء الثاني هو أستيو يعني عظم، أما الجزء الثالث وهو ميليشا يعني لين، فيبقى مصطلح سودو أستوماليشا يعني لين العظام الكاذب. أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثامن من كورس المصطلحات الطبية، واللي هنتكلم فيه النهاردة عن الجهاز العظمي اللي هو سكيلتال سيستم. ولو لسه جديد معانا ما تنساش تتفرج على أول 7 أجزاء من كورس المصطلحات الطبية وتشترك معانا في القناة. مصطلح سودو أستوماليشا أنا استخدمته كمثال علشان أوضح مدى سهولة المصطلحات الطبية، وإن مهما كان طول أي مصطلح وتعقيده فهو بيتكون من جزئين أو 3 أجزاء. الجزء الأول هو البريفكس المقدمة أو البادئة زي سودو، والجزء الثاني هو الروت وده أصل المصطلح وغالبا بيكون اسم عضو زي أستيو بمعنى عظام، والجزء الثالث والأخير هو السافكس إن هي زي ميليشا يعني softening of اللي هو لين. يبقى لما يقابلنا مصطلح كبير زي انكيلوزنج سبوندلايتس ودي تقولها الواد شايف نفسه، ما نصدمش من شكل المصطلح ونبدأ في تقسيمه ونتعرف على الـ3 أجزاء الخاصين بيه. انكيلوزنج هو مصطلح لوحده كامل، بس في الحالة دي هنعتبره بريفكس ومعناه تصلب، وسبوندل داروت معناه فقرات، وايتس هو سافكس معناه التهاب، فيبقى انكلوزنج سبوندلايتس على بعضها يعني التهاب الفقرات التصلبي وهكذا. في فيديو النهاردة كل اللي هنعمله هو اننا كالعادة هنلعب لعبة المكعبات، هنجيب شوية بريفكسز على شوية روتس مع شوية سافكسز ونركبهم على بعض علشان نطلع في النهاية بمصطلح طبي خاص بالجهاز العظمي زي مثلا مصطلح استوسايت، ودي اقولها في رمضان رمضان ايه يا ابو افتح ايدك يا ابو صلاح، واستيو هو روت معناه عظم او بون، وسايت سافكس معناها خليه، فيبقى استوسايت يعني خليه عظميه، ومصطلح استيوما، واوما سافكس معناه ورم، ف
فيبقى أستيوما يعني ورم عظمي، ومصطلح زي أستايتس، وأيتس سافكس قلناها قبل كده معناها التهاب، فيبقى أستايتس يعني التهاب عظمي. ومصطلح تاني جديد زي كوندرالجيا، والروت كوندر أو كوندرو يعني غضروف، والسافكس ألجيا يعني ألم، فيبقى كوندرالجيا يعني ألم غضروفي. والروت أرثر أو أرثرو اللي معناه مفصل أو جوينت، لما نضيف له أي سافكس زي مثلا أيتس اللي هو التهاب، هيبقى أرثرايتس يعني التهاب المفاصل، inflammation of a joint. واللي لما نضيف له سافكس زي بلاستي يعني عملية إعادة بناء أو استبدال، فيبقى مصطلح أرثروبلاستي يعني عملية إعادة بناء أو استبدال مفصل، surgical reconstruction or replacement of a joint. ومصطلح زي مايلاتروفي دي تتقال لما يكون واحد دخل عليك بالغاز وعايز يتوهك، يتكون من جزئين، مايل بريفكس معناها نخاع العظام، واتروفي سافكس معناها ضمور، فيبقى مايلاتروفي مصطلح معناه ضمور في نخاع العظام. والجزء اللي بيوصل بين اي عظمتين ببعض بيطلق عليه اسم رباط او ليجامنت، الروت منه هيبقى ليجامنت او ليجامنتو زي مصطلح ليجامنتو بيكسي، وبيكسي هو السافكس معناها تثبيت، فيبقى ليجامنتو بيكسي يعني تثبيت رباط. والضلوع او الريبس الروت منها هو كوست او كوستو زي مصطلح كوستوكوندرايتس يعني التهاب في مكان الاتصال بين الضلوع والغضاريف. والبريفكس مينت او مينتو معناه دقن، لما نضيف له السافكس بلاستي هيبقى مينتوبلاستي يعني سيرجيكال ريكونستراكشن اوف اتشين اللي هو اعادة بناء الدقن. وبكده نبقى خلصنا الجزء الثامن من كورس المصطلحات الطبية، وانتظروا باقي الاجزاء.